ربما يعني لاحظنا اليومين اللي فاتوا ان الجو ما بقاش حر زي الاسبوعين اللي فاتوا. لاحظنا لو خدت بالك يا منى، يعني من يومين كده كان في زي ما تقولي كده ايه لسعه برد لطيفه حسيناها بالليل. ولو احنا طبعا جايين لصباح الخير يا مصر ما تنكدش كده، الاجواء بتبقى حر او كان بيبقى اليوم بادئ كده ايه بشكل سخن يعني. لاحظنا ان في انخفاض، يعني لاحظنا ان في تحسن حقيقي في درجات الحراره، والكل لاحظ ده وكل النشرات الجويه قالت ده، لكن نسبه الرطوبه ما زالت مرتفعه. النسبه دي ربما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره عن المعدل اللي بيتم الاعلان عنه. لكن في كل الاحوال الاجواء الحاره دي زي ما بيكون ليها تداعيات سلبيه على حصلاتنا الزراعيه، على الامن الغذائي، على الموارد المائيه، على الطاقه، على البيئه، بيكون ليها ايضا تاثير على صحه الانسان، وخصوصا للناس اللي بتتعرض لاشعه الشمس بصوره مباشره واللي شغلهم بيتطلب ان هم يكونوا موجودين في الشارع لمده طويله، والناس دي دايما نقول الله يكون في عونهم. اكيد يمكن عشان كده وزاره الصحه امبارح طلعت بيان بتحذر فيه المواطنين من الاجهاد الحراري. وطبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وناقشناه هنا في صباح الخير يا مصر اكتر من مره، لان طبعا اكيد مهم جدا ان الناس يبقى عندها وعي بالموضوع ده وازاي تقدر تحافظ على صحتها من التعرض لضربات الشمس او للاجهاد الحراري. احنا عارفين التغيرات المناخيه اللي موجوده في العالم كله، بنقول ان في ارتفاع في درجات الحراره هيكمل معانا طول فتره الصيف، ربنا يسترها معانا كلنا. صحيح، وربما ناس كتير مش عارفه تفرق ما بين ضربة الشمس يا منى والإجهاد الحراري. ضربة الشمس بتبقى يعني أعلى حاجة، الإجهاد الحراري دي أو الإجهاد الحراري ده يعني ربما بيصنف إن هو تاني حاجة. الإجهاد ده ممكن يحصل لأي شخص، لأي إنسان، لأن الإجهاد الحراري ده لما بيصيب الجسم ما بيستطيعش تعويض فقدان السوائل والملح بسبب العرق. الجسم ما بيستطيعش تعويض هذه الأشياء بسبب العرق، بالتالي الناس اللي بتمارس رياضة في الطقس الحار لو ما شربوش مية كتير ممكن يتعرضوا للإجهاد الحراري. الناس اللي بتشتغل في بيئة حارة نفس الكلام، معرضة جدا إن هي تتعرض أيضا للإجهاد الحراري. الناس اللي عندهم مشاكل صحية بيكونوا أيضا أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر، والأمر ده حذرت منه زي ما قلنا وزارة الصحة مرارا وتكرارا. أكيد عشان كده مهم جدا إن إحنا كلنا ناخد بالنا ويكون عندنا حرص إننا ما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر، نشرب مية كتير، ناكل خضار وفاكهة اللي تكون غنية بالمية وبتحافظ على تنظيم توازن السوائل في الجسم. وبعد ما نعمل ده كله ندعي بقى ونقول اللهم بلغنا فصل الخريف، ويا سلام يا سلام لو دعينا وقلنا نوصل على الشتاء على طول. الناس تعبت، ويعني زي ما إحنا شايفين فريق الصيف وفريق الشتاء يعني في معركة. لا ما اظنش ان في حد على واقع فريق الصيف قادر يفتح بقه تماما. ما هو فريق الصيف شمتان في فريق الشتاء، شمتان في فريق الصيف، ولهم هو ده الصيف اللي انتوا بتتكلموا عنه، فالناس بتقول لهم يا جماعه لا ده مش ده الصيف اللي بنتكلم عنه، بنتكلم عن الصيف اللي احنا عارفينه في الساحل الشمالي وخلافه. وبتاع الصيف بشمتان في فريق الشتاء لما بيبقى الجو برد جدا. فبطبيعه الحال التغيرات المناخيه يعني خلت الصيف اكثر حراره والشتاء اكثر بروده، وده واضح للعيان ولكل الناس. صباح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، وان شاء الله يكون اليوم درجه الحراره فيه مظبوطه واليوم رطب علينا كلنا. صباح الخير يا مصر.